رجعنا لكم بعد الفاصل وصلنا لفقرة الموضة ومعنا طبعا كالعادة مها كيالي. أهلا وسهلا فيك يا مها. أهلا وسهلا. ما هذه الأناقة والشياكة؟ شكرا عيونك الحلوين حبيبتي. إحنا اليوم رح نحكي عن موضوع جدا مهم بما أنه قربت فترة حفلات التخريج والبروم وشو نلبس تحت فستان تحت روب التخريج وإلى آخره. فبدنا نحكي هذا الموضوع 100%. اليوم كثير عم بيجيني استفسارات من الصبايا الخريجات انه ايش بنلبس تحت الروب ايش بنلبس. هلا انا مش قادره كثير صراحه احدد لانه اظني ما في شرط لايش يلتبس. بتخيل انه في مدارس بقرروا كل ناس صحيح. زي ما صح. انا اللي عندي تب صغيره بدي احكيها لكل الحلوين الخريجات، انتم بعمر شو ما عملتوا كثير حلوين، ولكن اللي بنتبه عليه انه مرات بصير في مغالاه بالاشياء صحيح. وبزودوها ببالغوا بالميك اب وبالشعر وباللبس، بتضيع الاطلاله الحلوه اللوك اللي فيها صبا ويوث بهاي الاشياء اللي مش حلوين. فانا اللي بدي اعززه واقول روحوا للسيمبل، بتضلوا شكلكم احلى، شكلكم ترنديير، بيكون اللوك اجمل والاطلاله كثير احلى 100%. اوكي بدنا نبدا بالصور، نتفرج على الصور. جربت هلا في كمان بدي اقول انه في بعض الصور للفساتين، بتمنى المشاهدات ياخذوا بعين الاعتبار انه احنا هدول الصور مش مودلز احنا بنصورهم، هدول بنجيبهم صور من الاونلاين، فمرات ممكن يكون الطول قصير شوي، الفستان مفتوح شوي. انا ما بقول انه نقلد اللبسه، بقول انه افكار تاخذوها، وكل واحد طبعا بيعمل الاشي اللي بيناسبه صح. اوكي لتحت الرواب كثير من المدارس بتطلب انه اللبسه تكون بيضة ابيض، يلبسوا اغلبيتهم أبيض. اغلبيتهم يا ابيض واسود يا ابيض صحيح. اوكي للابيض للسهوله انا بلاقي البنطلون او الجمب سوت البيضة تناسب الست او الصبيه، صبايا احنا بدنا نحكي الصبيه المحجبه او الصبيه المش محجبه، لانه الروبك ما طويله، فشو ما لبست تحته على هيئه بنطلون بتكون الاطلاله حلوه كثير ومرتبه كثير وانيقه صحيح. كثير حلوه اول وحده من عندك مها، حبيتيها مرتبه ولا ناعمه كثير، والثانيه صراحه كجمب سوت حلوه كثير. الحذاء بدي انبه كثير من البنات بتكون اول طلعتهم بيكونوا مش متعودين على لبسه الكعب، ابعدوا عن الكعب اذا مش متعودين على لبسه الكعب يوم التخريج، لانه المشي على الستيج بتصير كثير مش حلوه وبتفقد كل الاطلاله من ورا المشي المش مزبوطه. وياما وقعوا البنات ورا هالموضوع كرفتوا. نشوف الصوره اللي بعد بليز. الفساتين البيض في بنات بيميلوا للفستان الابيض مش الجمب سوت او البنطلون، الاوبشنز كتير كتير متعدده، والكسم انت بدك تنقي الفستان اللي بيناسب كسمك صحيح. هلا لا يعني انه لازم تكوني مقاسك اكسترا سمول عشان تكوني مبسوطه على الفستان اللي بدك تلبسيه، ولكن هاي مناسبه حلوه اللي جعبالها تدير بالها على كسمها، هاي فرصتك تكوني انه اذا بدك تعملي رياضه اذا وات ايفر جربي قد ما بتقدري هذا اليوم يكون شكلك حلو عشان الصور تضل وتضلك مبسوطه صحيح. عليهم. ولكن الستات والبنات والصبايا دائما حلوين بجميع الاشكال، كوني مبسوطة مع حالك، خلي شكلك يكون حلو لأنك أنت سعيدة باللوك اللي أنت عاملتيها. الفستان الأول من شقتي أنا فستان بسيط جداً، التخصيرة فيه مش كتير قوية لأنه هي صاحبة الفستان عندها الكسم الممتلئ، نبعد عن التلزيق والتحزيق الزايد، ولكن ما تكبري كتير بالفوليوم عشان ما يصير شكلك أعرض من ما أنت. لما يكون الكسم سليم وكسمها صغير بتقدر تنقي الفستان اللي بيناسب كسمها بطريقة أكتر، برضه بتكون بدها تركز على انها تورجي منطقه الخصر بطريقه اكثر، ما تروح للاواعي الفضفاضه بتضيع فيهم. لما عم نحكي عن الاكسترا سمول البنات اللي صغاري زي بالصوره اللي بالنص، النصانيه بتضيع اذا الفستان لبست فستان ضايع عليها، رح تروح باللوك ليلي ليلي لانها هي. وبعدين كمان فستان روب التخريج ممكن تتضايق منه، تبطل مرتاحه بالقعده اذا لتحت كثير واسع وفيه اشياء وفوق وهيك صح كثير. والكم لانه عم تلبسي، حطي بعين الاعتبار اذا لما تلبسي الفستان الكتف ساحل هاي الاشياء بتضايقك تحت الروب بتعيق الحركه، فكونوا منطقيين باختيار القطع اللي بتناسب الروب اللي لابسينه صحيح. اوكي هون عم بعطيكم افكار تانية واطوال متباينه للفستان الابيض، عم بورجيكم انه مو شرط يقصر الفستان عشان يكون شكله حلو، بيقدر يكون بغطي منطقه الركبه والشكل برضه حلو. الوان الصنادل او الاحذيه الوان البيج كثير حلوه على الابيض صحيح. لون الابيض بيطلع حلو ترندنج كثير، بتقدر تروح للفضي بتقدر الذهبي،
انا شخصيا بقول ابتعدي عن اللون الاسود، بيعطي لوك قوية كتير، بضيع الاتنشن عن الفستان. مزبوط. اوكي بصير احكي شغلة هيك بس بيز. تعليق انه انا اكتر طول فساتين بحبه الاخيرة هاي بتحبي تحت راقي. الركبة بلاقيه راقي وفيه انوثة ومرتب هيك دائما مرتب. مزبوط اتس نايس. هو كل قسم بيلبق له طول صحيح. معين صحيح. بس انا معاكي هذا الطول الناس كانت ما تحبه كتير، كتير بحبه هو طول راقي ومرتب وترندينج هلا صحيح. كتير في من اللي حكينا في مدارس بتطلب او حتى للخريجين تاعون الجامعه برضو عم بيسالوني هاي الاسئله، بطلبوا منهم انه يكونوا لابسين الاسود والابيض، التنوره او البنطلون الاسود مع القميص الابيض. تتحكمي بالطول حسب طبيعه انت اللوك اللي بدك تحصلي عليها، مو شرط تروحي على الضيق، اذا الضيق بضايقك كتنوره بتقدري تروحي، عم بورجيكي كيف اي لاين بوف الطول الطويل، الطول الاقصر، القمصان تقدر تكون بيسك، بيقدر يكون فيها حركه، مرات بالكم يطلع عن الروب. انت قديش مسموح لك تلعبي بالستايل اللي انت بالنطاق المقبول للمناسبه اللي انت عم بتشاركي فيها، انت بتقدري تتحركي، بس شو ما عملتي حافظوا على السمبليسيتي بهاي الاوكيشنز. البساطه ثم أوكي. البساطه البساطه ثم البساطه. نشوف اللوك اللي بعد لانه اظن في صور كتير عم بعطيكي، انه في بنات بيكون عندهم مثلا تنانير بليسي كسر طويله قصيره، للبنات المحجبات بحبوا التنوره الطويله، التنوره الكسر الكسر تحت الروب كتير رح تطلع حلوه. القميص خليه بسيط، اذا حبيت يكون لف زي ما بدك. هذا القميص مش مستحب انه نلبسه تحت الروب لانه الايدين رح تعمل مضايقه على الروب، رح تصير حركه الايد بالروب مش مريحه. فالراكلان بسموهم ابعدوا عنهم، خلي قصه الكم موجوده او يكون قط تحت الروب للسهوله. اوكي نعم. نشوف الصوره اللي بعدها. سهرات لسهرات الجراجويشن او حفلات التخريج، في سنه من السنين بيطلبوا الفستان القصير وسنه من السنين بيطلبوا الفستان الطويل، يعني اظن صف 11 بيلبسوا القصير، صف 12 لما يروحوا على التخريج بيكون الفستان طويل. صحيح. الفساتين الطويله متعدده حسب المدارس. حسب المدارس مزبوط. هاي الاشياء ما في، عشان هيك بقول لك ما بقدر احصر لانه كل مدرسه ما عم تحكي مدرسه اولادها كل مدرسه لها طقوسها. اوكي الفساتين كل ما رحتوا للابسط كل ما كان شكلك احلى بهاي الاوكيشن. خصوصا بهذا العمر كتير بحب هاي الاشياء اللي كتير ناعمه فيها بساطه. وبعدين ما تنسوا الخريجه بدها تنبسط وترقص وتتحرك بين اصحابها ويتصوروا، كل ما الفستان كان اسهل لك بالحركه كل ما كنت مبسوطه بالاوكيجن اكثر. بعدين ملحقه على الكشكش والمشمش والبرق يعني والرعد بصراحه يعني جاي عليك بالاسف. الوان الالوان كمان الناس ما بتحب كتير الاسود بالتخريج، بس في بنات بحبوا الاسود اوكي اتس ان اوبشن، بس الالوان تقدروا تلونوا بالالوان حسب اللون اللي بالبق لك، حسب لون بشرتك انت الالوان بدك تكوني ذكيه وشطوره كيف تنقي اللون اللي بيروح لك. نشوف الصوره اللي بعد بليز. اوكي الطول اللي ما بيحبوا يلبسوا الفساتين الطويله لاي سبب من الاسباب، برضه الفساتين السهره تاعون بنات الخريجات بيقدر يكون اللي هو الميدي او الثلث ارباع، برضه بيقدر يكون باطلالات بسيطه، بيقدر يكون فيها حركات اكثر، بيقدر يكون فيها الوان شقه الكم، تقدري الاكسسوارات اذا ما بدك تلعبي بالفستان يكون بسيط. الشعر ما تكتروا كثير بالشعر، وتذكروا انه اعملوه بموديل مريح مع الرأس والحركه يضل شكلك مرتب، لانه في بنات تنفقس الليله لانه فكت بس الشعر سحل الشعر واتأفر، ابعدوا عن هاي القصص مش محتاجين. هاي الفساتين كتير حلوين حلوين ترندينج كتير تلبق كل شيء، البنات كتير بيرغبوها كتير بيسألوا عنا بالمحال. هاي زمان كنا نلاقيها كتير خفيفة صح. هلأ صاروا على الأغلب بدوروا على هاي الفساتين اللي هي زي الحرير النازل وكل واحدة اللون اللي هي بتحبه. في بنات بيميلوا للفساتين اللي فيهم كشكشة زي الأمريكان زي الأمريكان تيبيكال بروم دراسس تاعون الأمريكان، عم بيرجعوا البنات بيحبوهم وكانوا ترند قوي السنه اللي راحت. في الاميرات بتلبق لهم بهذا العمر كتير حلوين كتير لانه بضلهم فيهم إشي كيوت يعني هيك صح. بتحسي لعمرهم لابقين حلوين صح. اللون بتقدر تنقي اللون اللي بتحبه كل صبيه زي ما حكينا قبل، والاطوال كل وحده الطول اللي بناسبها. نشوف الصوره اللي بعدها بليز. إشي كتير لوك عم بتكون منلاحظها هي عند الأجانب أكتر، وهلأ عم بتصير عنا ترند، الصبايا الصحبات اللي بيكونوا كتير رابعة بعض بيكون جعبالهم يوم تخريجهم يلبسوا الفستان يكون زي بعض، ما بعيب أبداً وبالعكس شكلكم رح يطلع كتير كيوت، ولكن
للتغيير غيروا باللون، يعني بتقدروا تقرروا على الموديل يكون مماثل، ولكن الألوان إذا اختلفت بيطلع أحلى من ما يكونوا كلياتهم بنفس اللون. صحيح. وللأهل بتحسي أسهل لإلهم يميزوا أولادهم وقت التصوير وهيك صراحة. صح. لما يكون كل وحدة أتليست إلها لون شكل 100%. أوكي. بعدين شوفي قديش كيوت الشعورة والبيسك ميك أب خفيف وهيك، كتير حلو ألوانهم، كتير حلوة ألوانهم، حلوين حلوين. الصبا حلو والعمر حلو كثير، حلو هذا العمر، عمر الامل هيك بيكون كل وحده عندها احلامها، كثير حلو. في بنات ما بيحبوا يلبسوا فساتين على البروم او حفلات التخريج، مش غلط ابدا تروحي تلبسي الجامب سوت او اللي هو الاوفرول اللي يعني القطعه الواحده واحدة. باختلاف الكسم تقدر تنقي الستايل اللي بالبق لك وحسب لون بشرتك والوانك تروحي للون اللي بيناسبك. ولكن هم كمان قد يكونوا حل جميل للبنات المحجبات، فكرة الأوفرول تقدر تكون معكم مع الإشارب ناعم whatever، تقدر تحصل على إطلالة كتير راقية وكتير مرتبة وبيحللها مشكلة، بدال ما إنه إذا مش عبالها تلبس وبترتاح بالحركة كتير زي ما قلت مريحة وما كتير. بتحس حالها أندر دريست إذا لابسة بنطلون بالزبط. وقميص تقدر تلبسي الأوفرول، دائما بيعطي الإطلالة إنه شكلها صار 100% فورمال أكتر. وفي بيناسب لكل الكسمات، يعني في اللي بيكون واسع، في اللي بيكون متذكرين عملنا حلقة كيف إنه إذا فيه كسرات تقدر تغطي مناطق معينة، إذا فوقه بتحط كيب بيطلع كتير حلو، بيطلع حلو. تقدروا ما تعقدوا الأشياء بس خلي شكلكم سيمبل، ما بتندموا على هاي اللوك. صح. أوكي. ضل في صور يمكن كمان بدنا أظني هاي آخر سلايد. بدي أقول إنه الفساتين زي ما حكينا قبل مو شرط تروحي للفساتين اللي كتير قصيرة، حتى لسهرة الليل الفستان الثلاث أرباع كتير أنيق وكتير حلو وخرج هذا العمر كتير بطرق مختلفة. البنات اللي بيحبوا يعملوا فيه فتحة الفستان كمان بيقدر يكون طوله الثلاث أرباع، ولكن مع فتحة برضه بيعطي إطلالة حلوة واللوك بهذا العمر جنن كثير حلوين. حبيت انه اليوم الموضوع مختلف خصصنا فيه فئه، لانه صراحه عم بطلبوا البنات عم بيقولوا بليز ايش نلبس وايش هيك. انا بدي اقول لكم قد ما الاوكيجن كانت شو ما تسمت الاوكيجن، دوروا على الاشي السيمبل رح يكون شكلكم احلى بكثير. صح. يعطيك الف عافيه مها الكيا، اللي بسطنا اليوم فيكي والموضوع كان كثير حلو حبيبتي. نتمنى التوفيق والنجاح لكل الخريجين والخريجات، وان شاء الله الصبايا اللي شافونا اليوم استفادوا من النصائح اللي قدمتها مها الكيا. يعطيك الف عافيه. تصبحوا على خير.